بكالوريوس جامعة أشدود الوطنية، بدفع كل شهر 633 ليرة عشان أدرس 15 ساعة. أنا كطالب لا عندي وظيفة ولا عندي شغل، ما بطلع غير على السيارات الخضراء اللي احنا بايعين متجولين كلياتنا، وكل اولاد عمي وكل اولاد الحمول اللي احنا فينهم، والحمايل الثانية حمايدي ابو شقره كلياتنا بنشتغل على البكمات وشغلها، لانه ما في عندنا مصدر رزق غيرها. يعني انا ببسط طول اليوم مشان اطعم اولادي في هالسقعه، اخر النهار بيجي باخذ رزقتي. نقول هذول الشباب نقول ما فيش لهم وظايف، ما لهم باب رزق الا هالمهنه هاي اللي هي بيع خضره. واحد مشتري له بكم بده يروح يتسبب عليه، بيفتح له بسطة بيقف على البنكين. رحنا على مبارة الملك حسين بنطالب بخضرة أخذوها البلدية، قسما بالله قالوا ما وصلنا منهن لو حبة بطاطا أو مندوب. مشغلهم أنا بدل ما أديرهم يشحدوا يصرفوا علي، أنا زلم مريض وهي تقرير تفضل، وبصرفوا علي وبصرفوا أخواتهم عدار بقى بصرفوا عليها. حياكم الله يا سادة يا كرام، لماذا يتم حل عوالق الأمور بعد أن نكتوي بنار مشاكلها؟ لماذا لا نتنبه إليها مبكرا وقبل حدوثها؟ البسطات، وشو البسطات؟ هل هي أسباب أزمة الاقتصاد في الأردن؟ أم هل هي أزمة التنظيم؟ ألا يكفي أن أصحابها يعملون بصمت وما بيطالبوا بوظائف؟ وأيضا لماذا كل هذا التأخير في معالجة مشاكل البسطات؟ ما شكل أسواق البسطات المطروحة؟ هل ستكون هذه الأسواق جاذبة للجمهور؟ ترضي أصحابها؟ ما هي الآليات التي تضمن تنظيمها؟ وما الضامن بعد الله عز وجل بعدم قطع الأرزاق؟ أسئلة عديدة أطرحها اليوم مع ضيوفي، وأبدأ بالمهندس عماد المومني رئيس بلدية الزرقاء الكبرى. مساء الخير مهندس. الفل، أهلا وسهلا. وأهلا بالمهندس عبد الفتاح الإبراهيم مساعد الأمين العام لشؤون الأقاليم في وزارة الإدارة المحلية. مساء الخير يا سيدي. مساء النور على سيدي. ومن إربد أهلا بالمهندس حسين بني هاني رئيس بلدية إربد الكبرى. مساء الخير مهندس حسين. وكذلك من الكرك أهلا برئيس بلدية الكرك الكبرى إبراهيم الكركي. مساء الخير أستاذ إبراهيم. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم جميعا. مساء الخير سيد. يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك، كما يمكنكم أيضا طرح الأسئلة. قال مصدر في وزارة الإدارة المحلية إن الوزارة تنسق مع جميع البلديات لاستحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب البسطات والباعة المتجولين بعد توجيه رئيس الوزراء عمر رزاز البلديات باستحداث هذه الأسواق. أضاف أن دراسة استحداث هذه الأسواق قيد الإجراء من قبل البلديات كافة، وسيتم الإعلان عنه من البلديات حال الانتهاء من دراسته. وأوضح أن الهدف من الإجراء هو تمكين البائعين على البسطات من العمل من دون إغلاق للشوارع أو الممرات المخصصة للمشاة. رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أوضح سابقا أن الحكومة تلتزم بتقديم أراضي من الخزينة في حال لم تتوافر أراضي تابعة للبلدية. أهلا بكم من جميع، أهلا بجميع ضيوفي. اسمحوا لي أن أبدأ في البداية مع أصحاب البسطات مباشرة إلى وسط البلد من العاصمة عمان. مساء الخير زيد خلفات مراسلنا من هناك. زيد أعطيني زيد. مساء الخير يا زيد. تفضل تفضل. مساء النور عامر. نعم، الحديث عن أصحاب البسطات، أنت الآن تقف أمامهم، أرجو أن نستمع إلى أصواتهم. شو مشاكلهم يا زيد وماذا يطلبوا؟ والحكي معك عامر. بعد توجيه رئيس الوزراء لوزارة الإدارة المحلية في اتخاذ قرار يخص فتح أسواق مجانية لهذه الشريحة الكبيرة في وسط عمان وفي باقي المحافظات، نجد أن هنالك اعتراض لدى هؤلاء أصحاب هذه البسطات على هذا القرار، خصوصا أن هذا القرار سيكون له انعكاسه السلبي على أصحاب البسطات. وللحديث أكثر عن هذه السلبيات نتكلم مع السيد جمعة عن هذا الموضوع. سيد جمعة يعطيك العافية، وأنت صاحب بسطة ألعاب في وسط عمان في شارع الملك فيصل. نتحدث عن ما هي السلبيات في هذا القرار أو في هذا التوجه إذا ما تم تنفيذه على أرض الواقع. والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم،
احنا بالنسبة لنا ما بزبط معنا، انقمونا من الشارع من هون ما بزبط معنا، ودونا في محل مثلا على سقف السير او في منطقة مقطوعة ما بزبط معنا الوضع نهائيا، لان احنا عايشين من هون، وانا واحد من الناس صار لي 40 سنة ببسط في الشارع هون، لو حطوني في منطقة ثانية ما بتزبط معايا، انا ما بعرف اشتغل ولا بعرف اعيش. بعدين اللهم صل على سيدنا محمد، هون رزقتنا احنا، انا عندي 4 عيال وعندي 3 بنات 7 انفار وأنا ومرتي 9 أنفار، فإذا بدهم يودونا في منطقة ثانية ما بنعرف نشتغل فيها، ما بنعيش من وراها. هاي إحنا ساكنين بالأجار وبندفع كهرباء ومي. أنا فاتورة الكهرباء الشهر أجتني 80 دينار، ورحت دينت مصارع بيوم دفعت الكهرباء وقطع علي الكهرباء، فما بنقدر إن نروح في منطقة ثانية لأني أنا عايش هنا ورزقتي هنا. وعدا عن هيك كل تعون البسطات الموجودين هون فاتحين بيوت من وراء هاي البسطات، هاي كلهم متجوزين وعندهم عيالهم، فما بنقدر احنا يا سيدي نظمونا يعملونا تنظيم للبسطات هون، يجيبونا البسطات هون الأمانة تنظمنا يا عمي، ياخذوا اجاره ياخذوا شهري سنوي من عنا ينظمونا احنا هون، اما يودونا على منطقه مقطوعه ما بضرونا ما بنفعونا احنا. يعني انت سيد جمعه تتكلم ان هنالك يعني في هذا القرار لا يمكن ان ينفذ بدون تحديد اماكن هذه الاسواق، واذا ما تم الحديث عن اسواق خارج هذه المنطقه هذه الامور لا تخدم اصحاب البسطات او اصحاب نعم هذه البسطات، ما بتخدمهم بتضرهم بالزياده، لانه بدهم يحطونا في منطقه احنا ما بنعرف عدم مؤاخذه ما فيها شغل ما فيها حركه، بحطونا بصير علينا التزامات اكثر من هيك، ما بنقدر احنا نروح على منطقه ثانيه، احنا عايشين هنا بالشارع هون صار لنا فتره عايشين بالشارع هون، يعني زبون عدم مؤاخذه بيجي عند تاع الاحذيه هون بيشتري معاه بيدخل عند تاع الاحذيه بيشتري من عند تاع الاحذيه، بيطلع لنا على البسطه معاه طفل معاه بنت بتناول لعبه بتناول شيء، فرزقتنا كلها مشتركه، عرفت علي؟ فما بنقدر احنا نروح مثلا يودونا على مناطق ثانيه، ودونا قبل هالفتره هاي وما وفت معنا، رجعنا على نفس الشارع وعلى نفس المبدا هذا. سيد جمعه، في هنالك من يتكلم ان هذه البسطات لمتنفذين وان يعني يكون وجودكم هنا على حسب الضمان، او هل يوجد هذا الكلام؟ لا 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 ما في منه هذا الحكي نهائيا، انا زلمه صار لي 40 سنه بشتغل بالشارع هون وعايش انا ببيع لحالي وما حدا باخذ مني شيء، ما حدا بتعامل معي نهائيا. نعم. إذا عامر، هكذا بشكل عام هذا انطباع معظم أصحاب البسطات المتواجدين في شارع الملك فيصل في وسط عمان، هذه البسطة هي نموذج لعدد كبير من الشبان، للعديد من الأشخاص الذين يفتحون بيوت لا يجدون وظائف كما تشاهدون. كانت طيب. قبل قليل هنالك مسيرة تجوب وسط عمان للمتضررين أو المتعطلين عن العمل، هذا النموذج يقول أن نحن نعمل حتى نكسب الرزق دون أي إشكالية مع أصحاب المحال ودون إشكالية مع أصحاب أو الأمانة إذا ما تم وجودها في هذا المكان. طيب. نعم. شكرا لك زيد، شكرا لك ولضيفك، سأعود لك في نهاية الحلقة أيضا، ربما نلتقي مع أحد الأشخاص. آتي اليوم الآن إلى ضيوفي، نبدأ مع الحكومة. سيدي الواضح أنه قبل أصحاب البسطات هم سبب أزمة الاقتصاد الأردني؟ لا سيدي. طيب شو مشكلتهم؟ أخي عامر، الواضح أنه قضية البسطات يعني معادلة فيها 4 أطراف. نعم. أصحاب البسطات وأصحاب المحلات التجارية والمواطنين والبلديات. نعم. كل واحد كل طرف من هذه الأطراف ينظر إلى هذه المعادلة بزاوية مختلفة. نعم. أصحاب البسطات بيعتبروها حق مكتسب إلهم وبرفضوا الرحيل من أماكنهم أو اختيار أي مواقع. هل هو حق لهم أم لا؟ لا. حق لمن؟ هو الآن المواطنين، خلينا أفسر لك المعادلة. صدق. المواطنين طرفين. لو عملت استفتاء بعض المواطنين برفض أنه يقول لك هاي الأطاريف والأرصفة ملك للمواطن والمواطن يفترض أنه هاي البلدية يزيلها وسهل حركة المرور أمام سيارات وأمام المشاة. نعم. أصحاب المحلات التجارية معظمهم برفضوا تواجد البسطات لأنها بتأثر على محلاتهم التجارية. نعم. البلديات مضطرة أنها تعمل توازن بين الأطراف الثلاثة السابقة. طيب. بدأت وتنفذ أحكام القانون. هلأ الحل الأمثل أنه البلديات تجد أماكن بديلة مناسبة قريبة، مش زي ما ذكر الأخ رحلوا البسطات لأماكن نائية أو بعيدة،
أماكن قريبة. أماكن قريبة. الآن توجيه دولة رئيس الوزراء لمعالي وزير الإدارة المحلية إنه البلديات ضرورة إيجاد أماكن قريبة وساحات يتم تأهيلها قريبة بحيث ما تأثر على مصدر رزقهم. نعم. اثنين، الحل الثالث، يعني احنا ما بدنا نخترع العجلة أخ عامر، احنا بجوز أنت وعماد بيك سافروا لدول كثير وشافوا أنه ممكن أنك تستغل أو تحدد شوارع معينة وخاصة في مراكز المدن وفي أوقات محددة لأصحاب البسطات والباعة المتجولين. شو المشكلة أنه يعني مثلا بأربد نختار مثلا شارع السينما، شارع الهاشمي في نهاية الأسبوع ونفتحه لكل الباعة المتجولين في أوقات محددة، نستثني أوقات الذروة أوقات الدوام الموظفين. بس السؤال مين بدوره عليه؟ وهذا السؤال إذا يعلن للعموم ليش مبروك؟ ماشي، بدي أسأل المهندس عماد. مهندس عماد، شو المشاكل بتواجهها بالزرقاء على وجه خصوص مع أصحاب البسطات؟ نعم. وإحنا بنعرف إنه هذا الزلمة بيروح مربح بجوز ليرتين ثلاث أربعة خمسة، الله يعطيه رزق. لكن السؤال بقولك إذا بدك تروح أنت تبعدني عن منطقة الناس، ما حد راح يجيني لأنه المادة اللي معي بالمحلات. نعم يا سيدي، قبل ما أبدأ بهذا الموضوع، أول إشي يمكن قد أختلف مع التركيز الإعلامي على هذا الموضوع بالمرحلة الحالية. يعني نحن يبدو أننا متعودين نتعامل مع ردات الفعل، وخصوصا لما يصير في حادث معين أو فجيعة معينة أو نخسر أحد، فإحنا كل إعلامنا بيجي بتوجه وبوجه، والحكومة بتكون تفاعلها من الرئاسة. وبالتالي أختلف تماما مع هذا العنوان اللي قدمته قناة المملكة، لأنه يعني أوعز دولة الرئيس ووزير الإدارة. أنا لو بيدي والله ما صار لي صار رئيس الوزراء. لكن ماذا لو كان العكس؟ قبل فترة كان في هناك تركيز أنه البلديات مقصرة والتجار محتجوا أنه في هناك تغول عليهم من قبل أصحاب البسطات في ظل سكوت وتقصير البلديات. ماشي. هذا كان الطرح الموجود قبل فترة، فيبدو لي أنه هذا الموضوع لا زلنا نتعامل معه بردات الفعل. يعني على الهبات المسألة. نعم على الهبات. أصل المسألة طبقية، المشكلة طبقية. كيف وسيستمر هذا الموضوع. واليوم بدنا نستعير يعني مصطلح الصراع الطبقي، مش يعني بسبب سياسي أو بسبب بس ما بتشوفه مصطلح كبير لا طبقية. مش كبير. أنا بدي أقول لك أخذ مشهد الزرقاء وربما ينجر هذا المشهد لباقي بلديات المملكة بشكل أو بآخر مع خصوصيات معينة. ماشي. الآن لو أنت درست الشريحة الاجتماعية ودرست الخصائص الاقتصادية لهذه الشريحة اللي بتشتغل بالبسطات، تلقاها والإشي من الفقراء والطبقة الدنيا من الفقراء. ماشي. اثنين، هذول الناس اللي عم بيشعروا بتهميش في موضوع حق المواطنة. ماشي. بمعنى بقول لك أنا موصد أمامي كل الوظائف العامة بما في الوظائف في الدرك والأجهزة الأمنية والدفاع المدني وغيره 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 وفي القطاع العام. ماشي. وبالتالي لا أجد وسيلة للرزق إلا أني أنا أفتح يعني أشتغل بهذا البسطة. اثنين، التخطيط الحضري للمدن في معظم مدننا الأردنية وخاصة الزرقاء، مدينة قامت على الهجرات المتعاقبة. ب 1948 صحيت الزرقاء لقت حالها زادت 100,000 بسبب اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه. ماشي. وين يجي مخيم الزرقاء؟ ملاصق تماما للوسط التجاري. في ظل انحسار الوظائف، ابن المخيم أقرب مكان له مناسب هو الوسط التجاري. كذلك بال 67، كذلك بأزمة الكويت، كذلك في لما كانت حرب الخليج، كذلك في الموضوع السوري. وبالتالي الفرق التنموي اللي بيكون أيضا ما بين المحافظات بدفع بهذول الناس يشتغلوا بهذه المهنة. الآن موضوع الأسواق البديلة، أنا بدي أتخالف معك الآن. مش أنت خالفت بالعنوان، بدي أخالفك الآن. ترى مش واحد بواحد. إذا كنت دارس هذه الأيديولوجية بشكل صحيح، نعم. والآن أعطيتنا وصف بأنه طبقية، نعم. وفقراء وما نعم. في وظائف، نعم. وما إلى ذلك، نعم. طيب لماذا لم تجدوا لهم حلا؟ نعم. طبعا أنا بالنسبة لي أحكي لك هذا الموضوع لأني هو واقع، أنا أنقل الواقع صحيح. وأنا متعايش معه. يعني أنا ابن الزرقاء وابن الوطن وابن الزرقاء المنتخب. نعم. بمعنى أنه هاي الشريحة
أنا بشوفه كل يوم، بشوفه بالأسواق، بشوفه في بيوت العزاء، بالأفراح، بالمناسبات الاجتماعية، بالبيت، بالشارع، بالمكتب. اليوم كنت جولة قبل ما أجي، وكان فعلا في هناك فوضى في أسواق الزرقاء، وأصبح في الموضوع في مبالغة. أنا ما بقول أنه الموضوع ينترك على عواهنه. طب سيدي شو عملت حل؟ نعم هلا بدي أقول لك شغلة. إحنا من فترة وربما من دورتي الأولى من 2013 ل2017 خاطبنا شركة موارد من خلال عطوفة المحافظ ومن خلال وزير الإدارة المحلية ومن خلال غرفة التجارة إنهم يعطونا أرض قريبة من الوسط التجاري. اللي كان يحكي الملاحظة الأخ البسطجي هو بيعبر عن الواقع. ماشي. أنت إذا بدك تنقله على منطقة نائية أو مقطوعة أو على الأطراف ما حدا بيجي وما عليها زحام، يعني تزاحم أرجل بالمعنى تشتغل. الشعبي شايف ما بتشتغل، وبالتالي القطعة اللي احنا اخترناها هي مناسبة لهم، وإحنا من مبدأ التشاركية بنتشارك معهم بالرأي. جلسنا معهم في إحدى قاعات البلدية الكبيرة وتناقشنا معهم وسمعنا منهم، وقد ما كان العدد كثير في ناس قاعدوا على الأرض وسولفنا مع بعض. كم عددهم بالزرقاء؟ شوف لا يقل عن 2500. طيب لا يقل 2500. عن وفي عنا من يقوم بالفرز من الحاويات. نعم. اسمعني بس النقطة هاي مش اسمح دولة الرئيس كمان واسمح الجميع، من يقوم بالفرز من الحاويات بالزرقاء بفوق 500 النباشين. نعم 500. نعم نعم ويزيد وربما يزيد، وبالتالي أنت بتحكي عن أكثر من 3000 ل 3500 يعيلوا. حتى هذول بسبب اجتماعي متوسط أعداد الأسرة بيكون أكبر من يعني ما بتقيدوش بالنسب العالمية. يعني هذول بالمقابل 3000 أو شو ما عملوا مش أنت راح تعمل معهم شيء؟ أنا بالنسبة لي أول إشي أرتبط معهم بعلاقة، وبالنسبة لي لما بدنا ننظم الأسواق يستمعوا لرأيي لأني أنا قريب منهم. لو بدي أسقط عليهم إسقاط وحل أمني وحل يكون بالقوة، ربما هذا الموضوع سيقود يعني إلى مزيد من تعميق الأزمة. أنا أول شيء بدي أشكرك على تشخيصك لهذا الواقع وهذا الحديث بصراحة والأعداد. نعم. بصراحة لأنه هذا الموضوع بقودك يعني أنه أنا مش راح أجيبه. هذا بدي أسألك، في واحد من أبناء المسؤولين بالهيئات المستقلة اللي بيشتغل على بسطة؟ والله أنت جاوبني. بحلف لك يمين لا. طيب معناته مين اللي بيشتغل بهذا الموضوع اللي الزمن لزه أنه يكسب قوت يومه بشرف وأمانة وفي البرد؟ ولكن بدي ولكن بدنا نضع حلول اليوم، لأنه إحنا عارفين التشخيص وهذا الواقع. نعم. أنت كرئيس بلدية مش راح يطلع بيدك إنك لا تصادر البسطة تبعته ولا تقول له اطلع ولا تسجنه. يعني لكن بالمقابل هناك عملية تمضي. أشعر بالضآلة لما بصادر له بتلف له، ترى بشعر بالضآلة وبشعر إنه أنا اجيت على موقع إذا كان دوره فيه أسحق هذا الإنسان بشعر إني ضئيل. ماشي سيدي، أنت طلبت قطعة أرض قريبة. نعم. من السوق. ماشي. نعم. بلدية إربد أعطتهم قطعة أرض قريبة، لكن حتى الحل لا لم يكن هناك حلا. سأتي إلى رئيس بلدية إربد والكرك بعد الفاصل، تفضلوا البقاء معنا، فاصل قصير. أهلا بكم من جديد مباشرة إلى إربد، حيث ينضم إلينا المهندس حسين بن هاني. مساء الخير مهندس حسين. المهندس عماد تحدث بأنه طلبوا بقطعة أرض حتى يتم تنظيم العمل لأصحاب البسطات. طيب بالمقابل سمعت ولا أعلم إن كانت المعلومة صحيحة 100% أنه أنتوا عملتوا بجنب الحسبة، يعني منطقة قريبة أيضا من السوق، لكن هذه الفكرة لم تنجح، لماذا؟ يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، بداية اسمح لي أخ عامر والله يعطيك العافية، وبتمنى أنك تعطيني حصتي من الوقت. بس إيه لك يا سيدي، أوضح الفكرة اللي تفضل فيه الأخ، بارك الله فيك. أول شيء مساء الخير لضيوفك الكرام ولكل المشاهدين والمستمعين، الله يعطيكم العافية. إحنا بنحكي موضوع مفروض علينا، شئنا ما أبينا، ومتواجد منذ عشرات السنين. بنحكي عن فئة، حتى إخواننا المواطنين أصحاب البسطات، إحنا بنحكيش عن بسطات فقط، البسطات هي في بسطات وفي عربيات وفي بيكامات متجولة وفي أكشاك أمرار مش مرخصة بتلاقيهم بيقيموها لوحدهم. فبنحكي عن أربع حالات.
هاي الحالات طبعا في احنا قانون زي ما تفضل الاخ عبد الفتاح الابراهيم انه في قانون بالاخر بحكم البلديات اللي هي تنظيم الحركه المروريه والحركه التجاريه والحفاظ على خلينا نقول هذه المواد اللي معروضه للبيع انها تكون اول شيء سليمه، لانه المحلات التجاريه اكيد في دائره الغذاء والدواء والبلديه ودائره الصحه بيتابعوا هذه المواد. هذه المواد الاخرى اللي احنا اخ عامر والحكي يعني للمستمعين، نعم. امرات تباع مواد غذائيه مكشوفه، امرات تباع مواد خلينا نقول منتهي صلاحياتها، وللاسف وكثير يعني الغذاء والدواء والبلديه في جميع بلديات المملكه خلينا نقول ان كثير يعني في ضبوطات بمواد فاسده او مواد ممنوع بيعها في الاسواق العامه. هاي اثنين، ما حدا بيقدر ينكر الوضع الاقتصادي اللي بمر فيه حاليا البلد عندنا بالاردن، وان شاء الله يديم نعمه الامن والامان، والوضع المحيط بالمملكه وفي نسبه بطاله عاليه جدا، بس في اخ عامر في نسبه من هؤلاء اصحاب البسطات يرفضوا الوظيفه. هو بده يعمل حر، بقول لك انا ما بدي وظيفه. هاي نوعيه منهم، جزء خلينا نقول منهم. الجزء الاخر بدهم هم يحددوا المكان وليس البلديه، بدهم هم يحددوا المكان زي ما تفضل الاخ جمعه من وسط عمان انه بقول لك انا هذا المكان لي من 40 سنه انا شغال فيه. هلا انت بتقدر تتجاوز عن 10 و20 و30 حاله بوسط مدينه مثل عمان والزرقاء واربد والسلط والكرك، لكن انك لما بكون في الاف مؤلفه، لما بيحكي الاخ عماد انه في عنده ما يقارب ال 3000 ل 3500 اربد كم؟ واحنا باربد المدينه المليونيه مش اقل من هذا الرقم، مش اقل من هذا الرقم، لنا في اكثر من مره مش اقل من هذا الرقم. اق عامر احنا عشان نكسب الوقت تفضل، احنا في بلديه اربد الكبرى وبتقدر قناة المملكة المحترمة إنها تساوي روبورتاج على شارع المتنبي اللي فيه ما يقارب من 200 إلى 300 بسطة وعربي، وشارع الملك طلال ما يقارب 100 إلى 120 بسطة، وسوق البالي اللي ملاصق لظهر التل لا يقل عن 400 شخص اللي مبسطين بالشوارع ومغلقات الشوارع إغلاق كامل، لا بتستطيع لا بركة بتمر ولا بني آدم ولا مواطن. إحنا تاركين ما يقارب 1000-1500 مواطن بهذه الشوارع لأنه ما فيش خلينا نقول كثير في اعتراضات عليهم، وفي صار توافق وانسجام ما بينه وبين أصحاب المحلات والمواطنين. لكن الألف وخمسمية الآخرين اللي بدهم هم يبسطوا بالمكان اللي بدهم إياه، بدهم يبسطوا بحرم الدوار، وبدهم يبسطوا عند الإشارة، وبدهم يبسطوا باب المحلات باب الفرن وباب السوبر ماركت وباب المول، هذا غير مقبول. طيب غير بدي أسألك سؤال، إخوان التجار اللي يدفعوا عشرات، بدي أسألك سؤال، وهذا سؤال مش فقط لبلدية إربد، لكل البلديات، يعني هل صحيح بأنه هناك موظفين من البلديات في الأردن إلهم بسطات وهم بحموا اللي على البسطات؟ هاي نقطة. هل فعلا هناك متنفذين يملكون بسطات؟ هل هناك هذول جماعة الخاوة ومش خاوة بحط لك 10-15 بسطة وبقولهم أنا بحميكو مقابل تعطوني مصاري ولا لا؟ شكرا اخ عامر، الله يحييك. هلا ما بنقدر، ما حدا بيقدر ينكر ولا البلديه ولا صاحب بسطه انه ما فيش انه ناس بتدير هذه البسطات. احنا ما بنحكي بالكل، بنحكي عن الغالبيه، وللاسف انه في خلينا نقول اشخاص بيديروا هذه البسطات وبيأجروا المواقع، هذه الزاويه بثمن دنانير يوميا، هذا المكان بعشر دنانير، هذا المكان بدينارين. هذول الأشخاص بتعرفهم الأجهزة الأمنية، وأكثر من مرة إحنا كتبنا فيهم الحاكم الإداري وكتبوا تعهدات وغيره، نعم. وفي جزء بيشتغل على رأسه. إحنا سيدي اللي زي ما تفضلت، خلينا نرجع الموضوع اللي أنت تفضلت فيه، في بلدية إربد الكبرى لما بنقول من 1000 إلى 1500 واحد في وسط المدينة، وبتقدر قناة المملكة المحترمة إنها تساوي روبورتاج بكرة في شارع المتنبي، شارع الملك طلال، شارع فضل الدلقموني اللي هو ما يسمى شارع حكمة، وعند ظهر التل اللي هي مكان البالغ، ما يقارب 1500 مستوعبينه في وسط المدينة. بتبقى ال 1500 الآخرين اللي بدهم يبسطوا محل ما بدهم. إحنا في بلدية إربد الكبرى سيدي، سوينا ثلاث أسواق، وهذا الحكي أخ عامر إحنا مسؤولين عن الحكي. طيب. وبتقدر قناة المملكة وبعدك لنا ساوت هذا. عملنا سيدي زي ما تفضلت يا أخ عامر، عملنا سوق ملاصق زي ما بيحكي الأخ جمعة، بدناش مكان بعيد، لا عملناه في نفس المكان عند الجامع الكبير، وعملنا مظلات وبسطة ومستودع للبسطة يقارب 4 متر مربع كل بسطة، ومقابل إيش كتبنا بإعلانات رسمية مجانية، بس بنتمنى أصحاب البسطات البسطين بالشارع والرصيف عباب الجامع يأخذوا هذه البسطة في نفس المكان،
وهذا الحكي الكل طيب بيعلمه. طيب ولا شخص قبل بده يظلوا حاط بالشارع. عملنا سوق اخر سيدي لو سمحت لي بس في هنجر برضه عند الجامع رفض اي مواطن يستعمله. شارع فضل الدلقموني ما يسمى بشارع حكمه، في 40 60 عرباي باب المحلات، في ساحه للبلديه 400 متر مربع سوينا فيها مظلات وسوينا فيها بسطات مجانيه، ولا قبل صاحب عرباي ينتهي بتقول له ليش؟ بقول لك انا بدي اوقف هون، انا رزقتي هون انا ما... طب بتقول له في 50 متر ما فيش بينك وبينه 50 متر وبنفس الشارع وعاملين لك مظلات وعاملين لك شمسيه محميه يعني من شوادر وبالوان مقبوله ولون اللي ما يتعارضش طيب مع التشوه البصري، بقول لك لا انا بدي هون. هذول طيب مشكلتنا. وفي ناس بتدير غالبيتهم في ناس بتديرهم سيدي ماشي في ناس تديرهم. مباشره ابراهيم الكركي للكرك. ابراهيم مساء الخير استاذ ابراهيم. مساء الخيرات يا هلا فيك سيدي. هل هناك مشكله في البسطات بالكرك ولا لا؟ واذا كانت المشكله وجدت لها حل ام لا؟ صحيح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أنا ما بدي أطيل بالترحاب بضيوفك الكرام، أهلا وسهلا بهم، لكن قبل ما تكون مداخلتي بحب أترحم على المرحوم اللي انتهى عمره وهو بدور على لقمة العيش الهنية في الله منطقة يرحمه. الله يرحمه. نعتز ونفتخر فيها مثل محافظة إربد الله يرحمه، ونسعى أن لا تكون هذه الحالة قد حصلت وتحصل في الأيام القادمة إن شاء الله أنها ما بتتكرر. طيب. بالنسبة لبلدية الكرك أخ عامر، بالنسبة لبلدية الكرك حقيقة احنا في بلدية الكرك وعلى عاتقنا منذ تولينا منصبنا في 15/8 المجلس الحالي المنتخب اللي موجود تعاملنا مع هذا الملف وهو من احد الملفات الساخنة في بلدية الكرك الكبرى، لكن تعاملنا بمرونة تامة وبروح القانون مع هؤلاء اخواننا الباعة المتجولين. كيف سيدي بروح القانون؟ المرتادين لهذه البسطات بروح القانون. هنالك أنظمة وقوانين تحكم عدم وجودهم، لكن نظرا لاستيعابنا للوضع الموجود الاقتصادي وعدم وجود شواغر لدى بلدية الكرك في تعيين هؤلاء الأشخاص وإيجاد فرص عمل لهم، تكون المرافقة الحثيثة يوميا من قسم مراقبة الأسواق لمراقبة ما يعرض لدى هؤلاء إذا كانت مواد غذائية و مراقبتهم وتقديم ما يلزم من أجل الحفاظ على السلامة المرورية ومن أجل أن تكون الأرصفة الذي وجدت من أجل خدمة المواطنين أن تكون موجودة لخدمة هؤلاء المواطنين. عانينا حقيقة وتحمل المواطن الكركي ما فيه الكفاية من وجود هذه البسطات ومن إغلاق لبعض الأرصفة الموجودة في مناطق حيوية، إلا أنه بلدية الكرك ومن خلال تعاملها مع مناطق ساخنة، وبحب أني أنا أحدد أنه عندنا منطقة قصبة الكرك وعندنا منطقة المنشية، هنالك بالمنشية في باعة متجولين للخضار، صحيح في تأثير على محلات الخضار الموجودة اللي بتدفع تراخيص وتدفع ضرائب وملتزمة بتقديم كل ما يلزم ضمن القانون، إلا أنه إحنا من أجل هؤلاء الباعة المتجولين قدمنا بطلب رسمي لوزارة الزراعة لوجود مساحة يمكن استغلالها، وتم تشكيل لجنة من جميع الأجهزة المعنية من المحافظة والأجهزة الأمنية لهذه المساحة، وتم التوصية لوزير الزراعة مشكور معالي إبراهيم الشحاحدة بإعطاء بلدية الكرك هذه المساحة من أجل جمع جميع الباعة المتجولين في هذه المنطقة أن يكونوا بهذا المكان، لكن ننتظر بالموافقة. بما يخص البسطات في مدينة الكرك هنالك رؤى جادة لدى بلدية الكرك والمجلس البلدي بوضع هؤلاء أصحاب البسطات في مكان، لكن هنالك سيكون تكلفة من البلدية في عمل هذا المكان وتهيئته من أجل أنه يستوعب هؤلاء الباعة. يا سيدي رئيس الوزراء قال الأراضي دكتور إبراهيم الأراضي من الخزينة، في حال لم تتوافر أراضي تابعة للبلدية عليك على رئيس الوزراء يقول له ما عندي أرض بيعطيك أرض، هيك التزموا هذا بالخبر تقدر تفوته. حقيقة أخ عامر أنا من خلال
حقيقة أخ عامر، أنا من خلال قناتك ومن خلال صوت المملكة ومن خلالك أنت القائمة القامة الإعلامية التي نحترم ونجل في أردننا الحبيب، حقيقة دولة رئيس الوزراء لم يتوانى بتقديم أي شيء من أجل إحقاق التنمية التي أرادها جلالة الملك أطال طيب. الله في عمره وحفظه طيب ورعاه. دولة رئيس الوزراء بحاجة إلى أيادي من أجل أن تقوم بإجراء ما يلزم على أرض الواقع. لكن ما أريد أن أضيفه أخ عامر إذا سمحت لي، لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف بعجالة سيدي أتكرم، لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف التعامل مع هذه المشكلة بسوية بين جميع محافظات المملكة. صحيح. يعني أنا لما بيحكي أخوي سعادة رئيس بلدية إربد وأخوي سعادة رئيس بلدية الزرقاء أنه عندهم بالآلاف هؤلاء الباعة المتجولين وأصحاب البسطات، أنا بحكي لك أنه يمكن ما بتجاوزوا عندي المئة شخص. فصعب أنك أنت تتعامل مع هذا الملف بسوية. صحيح. أنا بطلب من دولة رئيس الوزراء بعد توجيهه راح أرجع لك، بس دروا على زيد خليفات مرة ثانية من البلد. تفضل زيد خليفات. عامر، يوجد هنالك نموذج آخر صاحب بسطة لبسطة ساعات، هو محمد، وهو يعيل 8 أفراد من عائلته فقط، هو المعيل الوحيد. سيتكلم عن الجزئية التي تخص إذا ما كان هذا القرار سيكون في صالح هذا المواطن أو ضده. محمد، نتكلم عن توجه الحكومة في إنشاء أسواق مجانية، يعني ما هي وجهة نظرك أنت كصاحب بسطة ساعات؟ احنا ما بنأيدش هذا القرار، لانه اذا بدهم يعملوا لنا اسواق راح يعملوا لنا اياها بمناطق نائيه، ما ممكن انه ما يكون فيها اقدام للماره اللي بدهم يشتروا اللي بده يتبضع، ممكن ما يزبط معنا نهائيا. طب انت شو اللي بيمنعك انك ما تكون صاحب محل او تتضمن محل، او يعني شو المعيقات التي تواجه محمد وغير محمد؟ عفوا استاذ، احنا يعني احنا بضاعتنا هاي كلها دين بدين من هالتجار، من وين نفتح محل؟ زيد يعني فقط سؤال اذا سمحت وكنت تسمحني. زيد، ما في مجال انه نفتح محلات. نعم عامر، نعم عامر، نعم. السياح، في اقبال على البسطات من قبل السياح؟ هذا سؤال ارجو ان تطرحه للضيف. الإقبال من قبل السياح في وسط عمان وبالتحديد في المنطقة المتواجدين أنتم بها، هل يوجد هناك إقبال عليكم من قبل السياح المتواجدون هنا؟ يأتي سياح كثير، بس السياح مش عندنا هنا، يعني في المناطق هاي أكثريتها بمناطق اللي هي البطرة الأمور هاي، يعني السياح لما بينزلوا هنا ما مش السياح اللي بيشتروا، يعني إحنا اعتمادنا ابن البلد فقط. إذا عامر، يعني معظم نعم. أصحاب البسطات في وسط عمان كحال أي منطقة أخرى في المدن الأخرى، لا يوجد هنالك يعني توجه نعم. إيجابي لهذا القرار، وهنالك يعني تخوف كبير من أن يكون القرار هو باتجاه عكسي ضد مصالح هذه الشريحة الكبيرة زيد. المتواجدة في عمان وكافة المدن. شكرا لك زيد خليفات من وسط البلد. أعود إليك مهندس. طب الآن سؤال، بالعالم كيف مرتبين مواضيع البسطات هاي؟ سيدي، أول شيء أنا بحب أنوه أنه بالنسبة لحادثة إربد تحديدا تم تشكيل لجنة تحقيق حيادية من غرفة التجارة ومن منظمة حقوق الإنسان ومن أطراف ليست لها علاقة بالقطاع البلدي. الآن المشكلة أخي عامر بالأردن وفي ظل الظروف الاقتصادية السائدة، المشكلة مش بالعدد الموجود حاليا كما تفضل سعادة رئيس البلدية الزرقاء وإربد، المشكلة أنه في تزايد كبير في هذه الأعداد، وإذا ظلت الأمور على الغارب ما في شغل، ما في شغل، بعرف فبيضطر بعام 200 ليرة 300 ليرة بدينهن بيعملوا بالبسطة بقولوا بس بدك عشرات. لابد من اللجوء إلى تنظيم هذه القضية. طب وكيف التنظيم؟ إحنا ما راح نبلش من الصفر، البلديات في بلديات كثير زمان بلشت بهذا الموضوع عندها أسواق شعبية، يعني في الآن في إربد والرمتة عندنا مشروع مشترك ممول من البنك الدولي لما يعرف بتأهيل سوق الحرامية اللي هو على طريق حوارة مدينة الشاحنات. نعم. 70 درهم سيتم تأهيله لأصحاب هذه البسطات. بس إذا احنا خلينا نأخذ بعين الاعتبار أنه الأزمة هي مش أزمة صاحب بسطة ومواطن، لأنه بعمرنا ما شفنا صاحب بسطة اشتكى على مواطن أو مواطن اشتكى على
واحد عنده بسطة. المسألة تنظيمية تتعلق بالبلدية. إذا بتقول لي منطقة قريبة هاي بإربد عملوها ما قبلوا يروحوا ومجانية، شو الحل؟ يعني الحل بالإضافة الوزارة كيف تفكر؟ الوزارة تفكر كالتالي، إنه لابد من إيجاد مناطق بديلة وقريبة ومناسبة وتأهيلها وأعطاها بأسعار رمزية أو مجانا لهؤلاء وتنظيم هذه المهنة. طيب. الحل الثاني اللي بنروح عليه كيف بيشتغلوا العالم؟ لابد من بعض الشوارع وخاصة في المدن الرئيسية، الشوارع الرئيسية أن تفتح في أوقات محددة مش للموجودين، لكل الناس. طيب سؤال، إذا حطينا احنا يوم واحد بإسطنبول ماشي، إذا حطينا احنا بيوم واحد لأصحاب البسطات يوم بالأسبوع، تتوقع إنه اللي معيش عيلة من 8 أفراد مثل ما تفضل ضيفي قبل قليل راح يكفينا تاج اليوم؟ لا ما راح يكفيه. ليش يوم واحد؟ أنا بستثني أوقات الذروات، بستثني أوقات الدوام، بستثني هذا، بفتح لهم أكثر من يوم. شو المشكلة إنه أفتح لهم أكثر من يوم؟ يعني شو المشكلة إنه شارع السينما يفتح كذا يوم لأصحاب البسطات، وشارع الهاشمي في إربد، أنا سبيل المثال يعني بضرب إربد على سبيل المثال للحصر، يفتح أكثر من يوم ويعطى وقت محدد لهؤلاء بأن تعرض ويعلن للعموم على موقع البلدية إنه اليوم الفلاني مفتوح لأصحاب البسطات والباعة المتجولين من الساعة كذا للساعة كذا. طيب ماشي مهندس. يعني أنا عندي اقتراح في موضوع التنظيم. بدنا اقتراح وحل. نعم. من ترى في بلدان العالم حتى المتقدمة في بسطات. صحيح. ولكن طريقة مش مربوطة بالفقر بس بالمساحة. المساحة لهذا البسطات والشكل والمضمون كله بيكون منظم من قبل الإدارة المحلية في هذه المنطقة، فبتلقى حتى مش جاي كجسم غريب عن موضوع باقي المحلات التجارية. الآن اللي لاحظته أنا من خلال خبرتنا بهذا الموضوع أن هناك أصبح أمراء لهذه البسطات. كيف؟ يعني صار منهم ناس يستوردوا حتى يعني كونتينرات ويحط صبية بسطات، هذول اللي لازم إحنا نحاربهم وهذول اللي لازم إحنا نحجمهم. يعني فعلا هناك رجال أعمال تقف وراء البسطات، في هم نفسهم حتى من مدخراتهم من شغلهم على مدار سنوات صاروا يجيبوا كونتينرات ويوزعوا صبية على الشوارع، هذول لازم إحنا نحجمهم لأنه بأخذ أماكن الناس ممكن يستفيدوا أكثر. تعرفهم اثنين بالزرق على طبعاً بعرفهم. بعرفهم. ما اتخذت قرار؟ بعرفهم وكل أقول لك طوعاً الأسماء عندي موجودة والرقم الوطني والهوية والعنوان. أصلاً لازم البلد يكون عندها داتابيس بهذا الموضوع. طب شو بدك تعمل معهم؟ أنا بقول لك هلا. اثنين. معناته يعني هاي لأنه الموضوع هذا على كل البلديات مش بس. ممكن أنا بحكي الآن عن بلديتي لكل رئيس بلدية هو حر في إدارة بلديته. هلا بهذا الموضوع إحنا راح يكون لنا حل. اثنين المساحة. تبي تقول شو بدك تعمل معهم؟ المساحة. المساحة اللي الآن موجودة على أرض الواقع هي مساحات كبيرة، يعني بتلقى واحد والمجموعة اللي بتخصه عامل بسطة طولها أكثر من 10 و12 متر. هذا ما صفى إنه إنسان بده والله يأخذ قوت يومه، لا هذا إنسان صفى بده يتغول على التجار. التجار كمان عندهم بسطات من القوانين الموجودة، لكن حجتهم قوية وهي غير مقبولة لكن قوية، بقول لك من يملأ الفراغ، الكون لا يملأ يعني لا يقبل الفراغ، بده حدا يعبيه. وهو بقول لك إنه البلدية مش متخذة إجراء، أنا بدي أحجز قدام محلي أحسن لا يتم بين قوسين احتلال من قبل أصحاب البسطات. فالتقصير الموجود لدى البلدية أن يدقق في المساحة. يعني بدكم تحددوا مساحة؟ نعم نعم. كم مساحة بتكون؟ مترين؟ مترين في 80 سنتي كافي لبسطة. مترين في 80 سنتي كافي. اثنين أماكنهم سيدي، أماكنهم ممكن أنت تحدد أماكن الـ يعني البضاعة تقدر تفرض على أصحاب المحل الأماكن هاي؟ بقدر طبعا بقدر، لأنه هذه زي ما تفضل الزميل عبد الفتاح أصلا تنظيم الشوارع والأرصفة هي من واجبات البلديات، وبالتالي أنا مثلا واحد عنده محمص بحط شقباله واحد ببيع مكسرات بسطة، بحط إشي مثلا ممكن يبيع شغلات خفيفة ألعاب كذا كذا وتبر نثريات، مش باجي أنا والله واحد فاتح محل نوبتيه بحط قباله واحد مبسط بجينز وغيره وقاعد ببيع الجينز ب6 ليرات بزبطش كمان. فالبلديات عليها قصور ونحن علينا قصور بهذا الموضوع، ولكن أنا بدي أقول لك
أصبحت يعني إدارة الأسواق غير مغرية بالنسبة لموظفينا، صاروا يواجهوا بعقبات بالاصطدام بس كمان موظفينكم مستفيدين شوي. شوف بدي احكي طبعا أكثر. مش الزرقاء بدناش زعلانين يا جماعه. انا والله انا بالنسبه لي شخصيا هذا يعني شان كل المجتمعات وشان كل المواقع، ما بقول انه والله ما في هناك تجاوزات. بالنسبه لنا شخصيا في بلديه الزرقاء اتخذ المجلس البلدي بتحويل عدة موظفين من الأسواق إلى المدعى العام. طيب بدي أسألك سؤال، موجود. إذا حولتوا المدعى العام أنت قلت لي في مافيا البسطات. أنا بقول إنه نعم في هناك. أنت عارفهم، شو بدك تعمل معهم؟ طبعا اللي إحنا محاط علما عطوفة المحافظ بكل هذه التفاصيل وإحنا باستمرار لنا اجتماع تنسيقي بهذا المجال. إحنا بدل هذا الشخص أو أكثر يتحكموا بالمئات، لا إحنا منفيد هذول المئات مباشرة وبشكل منظم وبشكل يضمن أنه ما في اعتداء على الشوارع، وحتى المساحة المشغلة من الرصيف لحين إيجاد الحل النهائي المتمثل بسوق بديل مقنع. مقنع طبعا نعم. مش بمعنى والله حتى هم يرضوا طيب. لا كمان بالمنطق يعني هذا الموضوع. نتمنى المافيات البسطات البزرقة يسمعوا هذا الحديث. والله يا سيدي أنا بشوف بالنسبة لي بدي أحكي لك شغلة، سياستنا بهذا الموضوع واضحة. طيب ماشي. أنا بدي أروح. بعدين حتى يعني طيب أنا حتى لو سمعوني باليوم يعني كمان بوجه لهم هذا الرسالة من خلال قناة المملكة الأكثر مشاهدة. الله يكرمك. إنه كمان لن يبقى الوضع على ما هو بشكل حالي. هذا غير ما برضو التجار عم بتأذوا. مهندس. ماشي. والمارة عم بتأذوا. ماشي مهندس بعد أمرك. بدي أروح على إربد والكرك. لكن أيضا بعد الفاصل تفضلوا بقائي معنا. أهلا بكم من جديد، أهلا بضيوفي. أذهب مرة أخرى إلى إربد المهندس حسين. مهندس سمعت ما تفضل به المهندس المومني، وهناك من يسأل يعني الآن إذا كانت العملية تنظيمية وكل بسطة كانت تأخذ معها رخصة مجانية وهذه البسطة يعني بتقلص حجمها وبتتنوع حسب الشارع الموجود فيه، إلى أي حد يساهم هذا بالتنظيم العمل البلدي؟ وما هي الأفكار في إربد للتنظيم أكثر؟ أخ عامر الله يمسك بالخير، أول شيء خلنا نوه لنقطة إنه اللي بتحولوا للنزاهة ومكافحة الفساد ولا القضاء، هذا موجود مش فقط في البلديات، موجود في كثير من مؤسساتنا وللأسف، والبلديات هي جزء من هذه المؤسسات. نعم. في فئة ضالة موجودة بكل المناطق سيدي، بكل الدوائر، هذا ما حدا بقدر ينكره، أما ما نحطش إنه فقط هي البلديات اللي فيها الفساد وفيها الهدر المال العام وكذا. فاللي بيتابع قضايا اللي بتحول للنزاهة ومكافحة الفساد بيعرف انه في اكثر من مؤسسة فيها موظفين بيسيئوا للعمل البلدي والعمل المؤسسي وبتحولوا في اكثر من قضية. طيب هاي اول نقطة. النقطة الثانية، احنا في إربد أخ عامر زي ما حكينا بالبداية احنا معظم مشكلتنا محلولة، يعني لاكثر من نصف اصحاب البسطات من 1000 الى 1500 بسطة موجودين في اماكنهم، ما فيش اي شكاوي وهم مستتبين، وبقدر قناتكم المحترمة ان تساوي لقاءات في هذه الاماكن ومعروفة لدى الجميع. نعم. هاي اثنين. احنا مشكلتنا سيدي انه احنا بنقعد احنا والاجهزة الامنية ومنقعد مع ممثلين لاصحاب هذه البسطات، هذول البسطات اللي متحركة ان كانت بكمات او عربيات او اصحاب بسطات اللي هذا كل يوم بينقي مكان. نعم. كل يوم بتجول. احنا في قنقوة حاطين ثوابت بمعنى انه يا عم يتجولوا في شوارع رئيسية إربد كبيرة جدا، في شوارع كبيرة، كل شارع في عندنا 32 كيلو 4 كيلو طوله، هذا الشارع كله مسموح لك يمينه وعلى الرصيف لأن معظمه مرة هذا، لكن بشكل انك ما تعرضش بكمك بالعرض وتوسط بضاعتك بالشارع. هاي واحد. ما نقتربش من اماكن الدواوير، ما نقتربش من التقاطعات والهذا، يعني احنا بنحكي عن جزء لا يزيد عن 5% من مساحه الشارع او من طول الشارع والباقي لكم. هلا الموظفين البلديه، خلنا بس اوضح النقطه هاي اخ عامر، احنا في بلديه اربد والحمد لله في عندنا نقطه الشرطه تابعه للبلديه، هذا باتفاق مع مديريه الامن العام، وهي اول بلديه انها حصلت على موافق أن يكون في نقطة شرطة تابعة للبلدية أسوة ببلديات العالم. طيب إحنا كوادرنا سيدي تبعين الأسواق بس ثانية،
مراقبيننا تابعين الأسواق والصحة سيدي والإزالات الأبنية والمخالفات لا يتحرك أي موظف في البلدية إلا بمرافقة رجل الأمن إلا بمرافقة رجل الأمن. وفي عنا وحدتين أمنيات وأنا هذا كله في ثبوتات ونعرض اليوم كنا في اجتماع مع المجلس الأمني في محافظة إربد وممثلين كله نعرض بثبوتات رسمية إذا بتم أي مصادرة بتم للإنسان اللي بيكرر المخالفة لأكثر من 10 مرات واللي بوقف بحرم الدوار ببسط بديانة خضار وفواكه مش بسطة ببسط بديانة قيمتها 2,000 و3,000 دينار في حرم الدوار بنقوله حرم الدوار تجنبه وروح جيب خضار ب10,000 دينار ووقف بشارع عمان وبشارع كذا. وإحنا حكينا أخ عامر إحنا بأربد ما عندنا مشكلة بالأراضي إحنا في عندنا 3-4 مواقع في وسط المدينة والله العظيم ما بعد أمتار عنهم ورفضوا استعمالهم وللأسف رفضوا استعمالهم. فإحنا المتمنى أنه إخواننا المواطنين أصحاب البسطات أنه يكون في تفاهم ما بينهم بين موظفين البلد يقعدوا ويجتمعوا بس طيب. ما بصير كل شيء بدهم إياه هم ماشي. بالآخر لازم نلاقي حل وسط إحنا ونتفق عليه ماشي. باقي معي دقيقتين سادة بين الإبراهيم الكركي إبراهيم طيب بالمقابل يتم التحاور مع أصحاب البسطات في الكرك متفقون على كل شيء؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صحيح عدة حوارات وباستمرار هنالك لقاءات مع هؤلاء سواء بالميدان أو بالإتيان إلى مبنى البلدية والاجتماع مع الكوادر الموجودة. لكن حقيقة أخ عامر ما أريد التنويه له لابد من أن يكون عناية حثيثة لهذا الموضوع وبالأخص أنا بحكي ضمن منطقة الاختصاص في بلدية الكرك الكبرى لأني لا أريد الخوض في باقي محافظات المملكة ضمن اختصاص البلديات الثانية. لكن بما يخص بلدية الكرك الكبرى ما أريد أن أنوه له لابد من أن يكون هنالك دراسة حثيثة لحل الموضوع ولكن بموازنة ما بين حاجة المواطن للمشي على الأرصفة ما بين حاجة هؤلاء من أصحاب البسطات والباعة المتجولين لسبل العيش الكريم ولا بد من إتاحة الفرصة لهم من أجل أن يكون لديهم دخل معقول لأهلهم وأسرهم. وإحنا بالحقيقة ما بنحكي بس عن صاحب بسطة إحنا بنحكي عن جزء لا يجزأ من مجتمعنا هو يعتمد على هؤلاء أصحاب البسطات. الشغلة الأهم الحفاظ على المظهر العام للمدينة ومناطق الاختصاص وأن تكون تليق برواد المدينة سواء من المناطق المحيطة أو من خارج مدينة الكرك. بالنسبة لنا في بلدية الكرك وهذا قبل أسبوعين تم أخذ قرار مجلس بلدي بفتح شواغر لمجموعة من المسميات 30 عامل وطن و20 عامل ورشة. إذا تمت الموافقة من قبل الوزارة على هذه الشواغر أنا أعد بأن لا يكون هنالك أي صاحب بسطة موجود رح يتم استيعابهم ضمن بلدية الكرك. لكن ما أريد أن بس يا أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم شو دخل وظيفة البسطة شو دخل وظيفة البسطة يعني أنت بالبلدية ليش بدك تعطي راتب؟ أنا أخ عامر ما أنا معك بس أكمل لك بس اسمعني بس أستاذ إبراهيم أنا معك أنت بالبلدية ليش بدك تعطي راتب عام الوطن؟ بدك تعطيه 220 ليرة ليش بدك تعطيه؟ هيدا أعطيته 220 ليرة لا 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 الحد الأدنى الآن تحدد بمياومة 9 دنانير بالحد الأدنى. أنا بحكي لك عن الوضع اللي موجود ضمن منطقة الاختصاص في بلدية الكرك. طيب كل من هم يبسطون في بلدية الكرك لأنهم عاطلين عن العمل وتم مقابلتهم وهذا إجابة على سؤالك إنه هل تم مقابلتهم والاجتماع معهم؟ نعم تم مقابلتهم وكانوا على استعداد إذا تم توفير لهم فرصة عمل. طيب. عامل وطن أن يشتغل عامل وطن فعلي بالميدان إنه هو يرفع بسطته وما يلجأ للتبسيط. هيك احنا بننصح صاحب المحل انا معك اللي انا معك بس استاذ ابراهيم انا بدنا الحلقه ما ضل معي وقت بس للامانه كمان البسطات لها نكهه خاصه لما الواحد يمشي بالشارع ويشوف البسطات ويشرب قهوه ويقلوا من هون شويه فستق سخنات والله لها كمان نكهه خاصه. يعني احنا منين جايين ولا لا سيدي؟ احنا ما في عندنا بسطه فستق اخ عامر ان شاء الله غير واحد يفتح عندك عشان تذوقها وهي سخنه طيبه. شكرا لك ابراهيم الكركي رئيس بلديه الكرك هذا بناء على رغبتك انت. شكرا للمهندس حسين بنهان رئيس بلديه اربد الكبرى. شكرا ايضا للمهندس عبد الفتاح الابراهيم مساعد الامين العام لشؤون الاقاليه وزاره الاداره المحليه. شكرا وصيدا للمهندس عماد المؤمن رئيس بلديه زنبرا. شكرا لكم دمتم بخير بامان الله.